هذه الحلقة برعاية صندوق التكافل الجماعي للصيادلة الأردنية. أهلا وسهلا بشهر الصوم والذكر، ومرحبا بوحيد الدهر في الأجر. شهر التراويح يا بشرى بطلعته، فالكون من طرب قد ضاع بالنشر. كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم التثقيف صيدلاني. فوائد الصيام: يساعد الصيام على إزالة السموم من الجسم، ويحسن جهاز المناعة، ويساعد أيضا على خسارة الوزن، يحسن حساسية الأنسولين، ويصحح دهون الدم وأيضا ضغط الدم. في عنا كتير من الممارسات الخطأ بنمارسها في شهر رمضان. من أهم هاي الممارسات وقت السحور إنه إحنا بنشرب ماي بس وقت السحور، وهذا الإشي غلط. الصح إنه إحنا نشرب لتر ونص من الماي بالفترة ما بين الفطور للسحور مشان أتجنب أي من مخاطر الجفاف. السلوك الثاني اللي بنمارسه وقت السحور إنه بنشرب كميات كبيرة من القهوة والشاي، وهيك إحنا رح يزيد إدرار البول عنا، فرح أفقد كميات كبيرة من السوائل والأملاح من الجسم، ورح يزيد شعور بالعطش. فالصح إنه إحنا نتجنبهم أو نقلل من الكمية. السلوك الثالث اللي بنمارسه انه احنا ناكل كتير حلويات او اكل دسم وقت السحور، وهيك رح يزيد شعورنا بالعطش. فالصح انه نستبدله بالخضروات والفواكه لانهم غنيين بالالياف، ورح يحسسونا بالشبع ويقللوا شعورنا بالعطش. اما من اهم الممارسات الخطأ اللي بنمارسها وقت الفطور انه اول ما نسمع الاذان نبدا نشرب كميات كبيره من الماء، بعدين العصائر المحلى، بعدين بنبدا بالاكل المقلي والاكل الدسم لاخر نفس. لكن الصح انه اول ما نسمع الاذان نشرب ماء مع تمر، بعدين نقسم اكلنا لوجبات صغيره على فترات، ونستبدل العصائر المحلى بالعصائر الطبيعية. إضافة أنه يفضل المشي قبل صلاة التراويح، ومش غلط بعد صلاة التراويح ناكل شوي من الحلويات لكن من غير مبالغة، زي القطايف وغيرها. بعد الأخذ بعين الاعتبار الرخصة الشرعية الممنوحة لبعض الأشخاص المصابين بالأمراض والذين يؤثر صيامهم على حالتهم الصحية، ينبغي التأكيد على أن الصيام من عدمه بالنسبة للأشخاص المصابين بمرض السكري هو قرار شخصي يتم اتخاذه بعد المشاورة مع مقدمين الرعاية الصحية. وبالعادة بتكون النصيحة بعدم الصيام، خصوصا إذا كان الشخص مصاب بالسكري من النوع الأول، إلا أن بعض الأشخاص يصر على الصيام، وهون لازم يكون على دراية كاملة بالمضاعفات التي تترتب على ذلك، ومن أهمها ارتفاع السكر الحاد وهبوط السكر بالإضافة إلى الجفاف. هون يجب التنويه انه على الاشخاص قياس مستوى السكر في الدم مرات متعدده خلال فتره الصيام، ويجب التوقف عن الصيام وعدم اكماله في حال كان مستوى السكر في الدم اقل من 60، او يجب التوقف وعدم اكمال الصيام في حال كان تركيز السكر في الدم اقل من 70 في الساعات الاولى من فتره الصيام. بالنسبه للاشخاص اللي بيستخدموا الانسولين، يتم تقليل الجرعه والتحويل للانسولين طويل الامد الذي يتم اخذه قبل النوم. اما بالنسبه للانسولين الفوري فيتم استخدامه قبل ربع ساعه الى نص ساعه من الافطار او السحور. بالنسبه الى مساعدات السكر مثل الميتفورمين فلا مشكله مع الصيام، حيث ان احتماليه هبوط السكر تكاد تكون معدومة. أما بالنسبة إلى الجرعة فيتم حساب الجرعة الإجمالية وتوزيعها بحيث يكون ثلثينها على الإفطار والثلث المتبقي على السحور. بالنسبة للأدوية اللي بتحفز إفراز الأنسولين فلا ينصح باستخدامها نظرا إلى مخاطرها الصحية على الصائم. بالنسبة للأشخاص المصابين بالضغط فينصح بعدم الإكثار من الموالح مثل المخللات وعدم الإكثار من الملح على الطعام. كمان بننصحهم بعدم بذل الجهد خلال فترة الصيام لأن ذلك يؤدي إلى تقليل سوائل الجسم وبالتالي خفض الضغط. بالنسبة لأدوية الضغط اللي تؤخذ مرة واحدة يوميا، فإذا كانت تؤخذ صباحا يفضل أخذها وقت السحور، أما إذا كانت تؤخذ مساء فتستمر في موعدها المعتاد، إلا إذا حب المريض أن يأخذها وقت الإفطار فما في مشكلة في ذلك. بالنسبة للأدوية اللي بتؤخذ مرتين يوميا فيتم أخذها عند السحور وعند الإفطار. بالنسبة للأدوية اللي بتنأخذ أكثر من مرتين في اليوم فيتم مراجعة الطبيب لاستبدالها بأدوية أخرى تتوافق مع الصيام. أدوية الضغط من مدرات البول لا ينصح باستخدامها خلال فترة الصيام نظرا لأعراضها الجانبية. أما بالنسبة للأسبرين فيتم أخذه وقت الإفطار، والورفرين يتم تأخيره ساعتين بعد الإفطار. بعض أدوية الضغط تساهم في رفع تركيز البوتاسيوم في الجسم، عشان هيك على المريض الانتباه إلى كمية التمر والموز والمشمش والتين اللي يتم تناولها. أما
أدوية الغدة الدرقية الثايروكسين. على المريض أنه يأخذ أدوية الغدة الدرقية تبعته على معدة فاضية لأنه امتصاصها بتأثر بوجود الأكل. لهيك عندي خيارين، إما المريض بياخدها عند الفطور مع كاسة مي وبيستنى نص ساعة على ساعة بعدين ببلش بوجبة الفطور تبعته، أو عند السحور قبل بنص ساعة على ساعة من الأكل. ممكن أنه المريض ياخدها قبل النوم بس بشرط أنه يفصلها عن الأكل بساعتين، بس لازم على المريض أنه يلتزم بنفس الموعد من أخذ الجرعة في كل يوم. الصداع، في عندي أسباب كتير تؤدي إلى حدوث الصداع في رمضان خصوصا في أول أسبوع، لأنه عنا الجسم عم بتكيف على وضعية الصيام. من هاي الأسباب عندي قلة النوم، الجهد البدني والجفاف. لهيك بننصح المريض أنه يقلل من الجهد البدني ويستحسن أنه يبعد عنه، يكتر سوائل ويستخدم المسكنات. بالنسبة لأدوية المعدة، على المريض أنه ياخدها قبل بنص ساعة على السحور لحتى أضمن فعاليتها كاملة خلال اليوم. الفيتامينات، المرضى اللي بياخذوا فيتامينات مثل الحديد يفضل على المريض انه ياخذوها بعد الفطور بساعتين او مع الفطور، بس لازم يبتعد عن الاكل اللي بيحتوي على الكالسيوم مثل الحليب ومصادره حتى ما تقل عمليه الامتصاص. بالنسبه للمضادات الحيويه، المريض اللي بياخذ الدواء مره واحده في اليوم اما بياخذ على الفطور او بياخذ على السحور، واذا كان بياخذ الدواء مرتين في اليوم مره على الفطور ومره على السحور. والمريض اللي بياخذ الدواء اكثر من 3 مرات في اليوم ينصح بزياره الطبيب الخاص ليصف له دواء بديل مكافئ ومناسب على أن يتم أخذه مرة أو مرتين في اليوم. مرضى السرطان، قدرة المريض على الصيام تعتمد على عدة عوامل، منها نوع المرض وتقدمه، الأدوية الموصوفة والأعراض الجانبية لها، وأثر الصيام على حالة المريض واستقرارها. عشان هيك بننصحهم يلجأ للطبيب قبل ما يأخذوا أي قرار بالنسبة للصيام. الحامل والمرضع، ما في كتير دراسات بالنسبة لأثر الصيام على الحامل والمرضع، عشان هيك بننصحهم يلجأ للطبيب ويأخذ الفيتامينات المناسبة. رح نحكي نصائح عامة للمرضى في رمضان. أول إشي، ما تتوقف عن تناول دوائك من تلقاء نفسك، راجع الطبيب لحتى يعدل نظامك الدوائي أو إذا كان في أي أعراض جانبية أو إذا ما ارتحت للاختيار الجديد. راجع الصيدلان لحتى يتأكد موافقة النظام الدوائي مع النظام الغذائي اللي عم تمشي عليه. أكثر من تناول اللبن والسلطات والسوائل في رمضان، وقلل من تناول الموالح والحلويات. أكثر من ممارسة الرياضة والمشي يوميا في رمضان.